السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي بيت مملكتي. ان شاء الله تكونوا باحسن احواجكم. اليوم فطيرة تركية اللي هي فطيرة بالسبانخ والجبن، من اروع ما يكون. لذة بزاف وعجنتها مميزة ورائعة، كتحضر بسرعة ومكوناتها سهلين. الى حبيتوا تعرفوا كيفاش عملتها ما عليكم الا تتابعوا الفيديو الاخر، ولكن انتوا اول مرة كتشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا فيها، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على قناتي بيت مملكتي. والآن ما عليا إلا نخليكم تتابعوا الفيديو الآخر. لعمل الوصفة نحتاج إلى 500 غرام من الدقيق الأبيض، 250 ملي من حليب دافئ، 125 غرام من زيت نباتية، قليل من الملح، ملعقة صغيرة، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أي 7 غرام، ملعقة طعام غير مملوءة من السكر وبيضة. هذه هم المكونات، والآن ما علينا إلا نبدأ طريقة التحضير، خليكم معي لآخر فيديو. ناخذ العجانة ونقوم بوضع المكونات كلها، كل من الحليب، الخميرة، السكر، الزيت والملح، نقوم والبيض، ونقوم بعجنهم خلط قليلا حتى تخلطوا العناصر بالكامل. من بعد نقوم بوضع الطحين. بكل بساطة يمكنكم تعجنوا باليد إلى ما متوفرش على العجانة، كذلك يمكنكم تعوضوا الخميرة البودرة بالعجينة بالخميرة الثانية. كيف كتشوف خلط قليلا. من بعد ضعت الطحين ونقوم بخلطهم تقريبا 10 دقائق تتحصلوا على العجينة لينة، وهذا هو الشكل ديالها. هي كتكون هكا طرية، يعني ماشي مشكل من غتشوفوها هكا كتلصق، راه هي كتكون بحال ما هكا. خذوا فقط قليل من الزيت وضعوه في يديكم وما غاديش يلصق لكم في يديكم. من بعد تاخذوا العجين تحطوه في صحن طاولة الفرد وتعاولوا تعملوا هذه العمليه اللي عملتها، تمدوها قليلا وتقسموها الى جزئين متساويين، وتاخذوا الصحنين وتحطوا كل جزء لحاله وتغطوه بالبلاستيك الغذائي حتى يرتاح قليلا تقريبا من 10 ل 15 دقيقه، ونرجع نكملوا باقي الخطوات. كيف كتشوفوا العمليه جد سهله، هذه العجينه ممتازه جدا، نتمنىكم تجربوها. وللحشوة نحتاج الى 350 غرام من الجبن الابيض. سبق لي عملت فيديو سابق ممكن تشوفوا، مكونات جد بسيطة متوفرة في كل بيت. 400 غرام من السبانخ اللي تصفية جيدا من الماء، 2 بياض البيض، هذوما المكونات. الان كملوا الطريقة. بعد ما خلينا العجين يرتاح نقوم بتجهيز الحشوة اللي هي عبارة عن سبانخ والجبن و 2 من بياض البيض. الجبن كيف قلت لكم راه سبق ليا عملته بتحضير منزلي بجوج مكونات فقط، يمكن لكم تشوفوا راه ساهل واقتصادي بالنسبه للناس اللي ما توفرنش على هذا النوع من الجبن. والسبانخ انا عندي مجمده، الا عندكم فرش حاولوا تعصروها بيديكم، تقطعوا قطع صغيره تعصروها بيديكم حتى تنزلوا منها الماء بالكامل. من بعد تقوموا بهذه العمليه اللي كنعملها، تخلطوا المكونات بالكامل. يمكن لكم تزيدوا قليل من الفلفل الاسود الناس اللي حابين، او بابريكا. انا كنكتفي بهذه العناصر، كتجي لذيذه. والملح ما كنديروش لانه الجبن مالح كيف كتعرفوا. من بعد ما كملت الحشوه غنجبد العجين اللي ارتاح، غناخد ورق الزبده غنحطه مباشره، من بعد غنحطه فوق الصينيه تاع الفرن باش ما نبقاش نهزو نحط وتسهل علينا العمليه. غنفردها القليل باليد ديالي، كيف كتشوفوا جد لينه ورطبه بزاف وهشيشه، عجينه جد رائعه بصراحه، نتمنىكم تجربوها. غنقوم بسطها بقليل من بالشوبك بهذا الشكل كيف كتشوفوا، يعني ما ترقوهاش كثيرا بس القليل بحال ما هذا الشكل هذا، حتى تحصلوا على الدائره اللي نتوما باغينها. من بعد غتقوموا باخذ كميه تقريبا 2 معالق كبار من الحشوه، تعملوها في الوسط، ومن بعد الباقي غتقوموا بوضعه في الجوانب مثل كتشوفوا الفيديو راه موضح نفسه، حتى تكملوا الكميه بالكامل.
هاد الحشوة كتجي لذيذة وغنية وصحية، كيف كتعرفوا السبانخ غني وصحي. نبقاو على هاد الخطوات حتى نساليو. وهذا هو الشكل ديالها فاش ما كفاش كملت الحشوة. غنقوم الآن بسط الجزء الثاني المتبقي، غنقوم ببسطه كذلك نفس العملية اللي عملتها في الجزء الأول بهالمات الشكل هذا، والقليل بالشوبك، ومن بعد غنحطها فوق منها فوق من الحشوة. حاولوا تعملوا هادشي بحذر باش ما تقطعش لكم العجينة لأنه هشيشة بزاف ورطبة، يعني حاولوا غير بشوية حتى تكملوها، يعني كتبغي الخاطر. من بعد غنقوم بجمعها بالجوانب بحال ما هكا، غنقوم يعني نقادها من الجوانب بإيدي بحال ما هكا. من بعد غنضغط عليها قليلا باليد باش نتأكد أنه ما غاديش الحشوة تخرج ليا. من بعد غناخد فرشاة يعني أو شوكة وغنضغط عليها جيدا باش ما تخرج لنا الحشوة عند الاستواء. من بعد غنقوم ناخذ اي بانيه بحال ما هكا، اي كاسه عندكم باش تحددوا، باش تخليوا الوسط يعني ما تقيسوش بالسكين، وتقوموا بتقطيع الجوانب بحال ما بالشكل هذا حتى الاخر من طرف للطرف، ونخليو الوسط بحال ما الشكل هذا، وما نزيلوش الكاسه حتى نكملو تقطيع العجين بالكامل. من بعد ما كملت غنقوم بقلبها بحال ما الشكل هذا، غنفتحها قليلا باليد ديالي. نفس العملية غنعملها باقي الوحدات اللي عندي انا. نتمنى الفكرة تكون وصلت. وهذا هو الشكل ديالها فاش كملتها بالكامل. غنقوم بإزالة الكاسة. هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوف، كتجي رائعة وشهية بصراحة. غناخد بحال ما كنقادها، غنحاول قليلا يعني نقادها باليد ديالي، وغناخد نضغط عليها في الجوانب باش من ندخلها الفرن ما تنتفخش كلها وتطلع، يعني غنقوم نحدد الدائرة بس بالاصبع بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما عملت هادشي كامل غنقوم باخذ 2 صفار البيض اللي استعملت ليهم البياض في الاول في الحشوة. غناخد صفار البيض، حبتين من صفار البيض اللي تبقى ليا، ونقوم بدهن الوجه بالكامل. العجينة كلها غندهنها بهاد الصفار البيض. نبقى على هاد العملية حتى نكمل باقي الأجزاء. إذا بغيتوني نعمل لكم نفس الشكل بحشوات مختلفة، اكتبوا لي في التعليق نعملهم لكم، راه كاين بزاف الانواع وافكار. من بعد غناخد حبة البركة وغنقوم برش الوجه بحال ما الشكل هذا. سنحصلوا على هاد الشمس او نوار الشمس كيف كتشوفوا بهذا الشكل الجمالي. ما علينا الان الا نحطوها في الفرن اللي سبق ليا سخنته على 180 درجة تقريبا نص ساعة، يعني حتى تتحمر لكم في الوجه ديالها. وخرجوا كل واحد على حساب الفرن ديالو بطبيعة الحال كيف كتعرفوا. تحسوا انكم خديتوا اللون الاحمر الذهبي مباشرة طلعوها من الفرن. وبالصحة والراحة. الفطيرة ديالنا بعد ما خرجتها من الفرن مباشرة هو الشكل ديالها. خدت معايا في الفرن 30 دقيقة، خليتها حتى تحمرات وحصلت على هذا اللون الذهبي الجميل وخرجتها. يمكن لكم تاخذ معكم اكثر او اقل على حساب الفرن كل واحد فيكم. هذا هو الشكل ديالها، جات رائعة ولذيذة وشهية، والعجينة جد ممتازة. نتمنىكم تجربوها، تكتبوا لي في التعليق الا جربتوها. وهذا هو الشكل ديالها فاش قدمتها في صحن التقديم، يعني حجمها عائلي يعني كبيرة ولذيذة وشهية. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم. لا يعجبكم ما تنسوش تشاركوا مع اصدقائكم. ب
باش تعم فائدة على الجميع وكذلك للاستمرارية. ولكن كنتو أول مرة كتشوفوا قناتي، ما تنساوش تعملوا لايك وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على قناتي بيتي مملكتي. والآن ما عليا إلا نقول لكم سلامة، في الملتقى القريب بحول الله.